دكتور دراج، اهلا بيك. اهلا بحضرتك دكتور احمد. النهارده ايه الوقفه عامله ايه؟ زي ما حضرتك شايف احنا دايما ما بنملش من الوقفه ما دامت عن حق الموقفه، لانه الحقيقه ما بنهتمش قوي بالعدد، ولو ان انا شايف عدد كويس. احنا كنا واقفين زمان بارقام اقل من كده بكتير، ودي اللي ادت للثوره، وانا اظن ان احنا محتاجين للموجه الثانيه. مش عايز اعطل حضرتك، هتروح ميدان التحرير دلوقتي نتقابل هناك؟ طبعا في ميدان التحرير. شكرا لحضرتك. شكرا. اه فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النهارده ايه بقى اهم المطالب كده؟ الوقفه كانت شديده قوي. المطلب الرئيسي لنا هو تحرير الاعلام المصري. الاعلام المصري لم يتغير قيد أنملة مما كان عليه ايام مبارك. تذكر ايام مبارك كانوا بيضربوني ويحبسوني ويكسروا الكاميرات ويحبسوا زملائي في قناه الجزيره. الان بيضيقوا على يسري فوده، وبيضيقوا على دين عبد الرحمن، وبيضيقوا على ريم ماجد، وبيضيقوا على حسام الحملاوي. نحن لن نقبل ابدا باستمرار حال الاعلام الخاضع للسلطه او الخاضع لرجال الاعمال. شفتوا ان استمرار الاعلام بهذا الانحدار ادى الى ما وصلنا اليه يوم 9 اكتوبر، ان هذا التلفزيون كان سببا في جريمه القتل التي تعرض لها جزء من اهلنا، 27 قتيل من الاقباط والمسلمين من خيرة شباب مصر، بسبب التحريض على الفتنة الإجرامي الذي مارسه الإعلام الحكومي. نحن نقول لا نريد هذا الإعلام. إذا كنا نريد استكمال أهداف ثورة 25 يناير، خبز، حرية، عدالة اجتماعية، إذا كنا نريد الوفاء بدماء الشهداء والمصابين والمفقودين، علينا أن يكون لدينا إعلام حر ينقل الحقيقة، ينقل الصدق، خاضع للرجل رجل الشارع العادي وليس للحكومة، يعمل عند رجل الشارع، خادم لرجل الشارع وليس متسلطا عليه وموجها له في الاتجاه دائما الخاطئ. في 25 يناير و 28 يناير الإعلام تسبب في قتل الثوار، والإعلام الحكومي تسبب في 9 أكتوبر في قتل ثوار آخرين، بس بعد 8 شهور من الثورة. لن نسمح. عايزين نقول رسالتنا، في نوع ثالث من الإعلام يا جماعة، غير الإعلام الحكومي وغير إعلام رجال الأعمال، في إعلام الشعب. هيجي اعلاميين اشتغلوا في مؤسسات دوليه يقدموا خبراتهم. احنا مش هنشتغل، لا انا ولا يسري ولا اسعد ولا كل الرموز ولا بلال فضل ولا كل الناس قدمت دي. احنا هننقل معارفنا، هننقل خبراتنا، هندي الاجيال الجديده من شباب الثوره يقدموا برامج، يعدوا، ينتجوا، يعملوا افلام وثائقيه، يعملوا تلفزيون بتاع الناس. احنا مش عايزين نشتغل، احنا عايزين ننقل معارفنا، ويبقى في التلفزيون وراديو وموقع الكتروني، وسائل النيو ميديا الجديده تحت إمرة الشعب المصري. إعلام ينقل الحقيقة وينقل الصدق، لما يكون في حاجة ينقل الموضوع مش حسب هوى الحاكم، ولكن حسب ما هو حاصل في الواقع. بس شبكة الكريم بتشكر حضرتك، وهي شبكة وليدة، وبتشكر حضرتك على هذا التشجيع. بشكركم وبشكر كل مبادرة اتعملت على التلفزيونات، على الساتلايت او على النت او كل موقع بيحاول يخدم ثورة 25 يناير ويبقى وفي لدم الشهداء اللي راح فيه. شكرا فندم.